اهلا بيكم مره تانية في الماتش. منورنا الكابتن امير عبد العزيز، نجم نادي الزمالك السابق والمدرب المساعد في الجهاز الفني سابقا للقلعه البيضاء، بعد فتره من المحاولات هو ضيفنا النهارده كابتن امير. اهلا بيك كابتن امير. اهلا بيك كابتن هاني، انا سعيد ان انا موجود معاك، ومعلش ما تزعلش مني ان انا اتاخرت عليك. يعني منور الدنيا كلها. حبيبي اهلا ربنا بيك كابتن يخليك. امير، حبيبي يا كابتن، مبارك لك. اكيد فوز الزمالك امبارح على المولوديه، اي نعم لسه ما فيش حاجه تمت وانتظارا للجوله اللي جايه، لكن فوز مهم جدا على الاقل لابقاء الفرص بالنسبه للزمالك. يعني الحمد لله. طبعا فوز مهم عشان يوضح شخصية الزمالك ويصالحوا جمهور الزمالك على المستوى اللي بدأوا بيه البطولة، وعلى مجموع النقاط اللي كانوا جامعينه يعني في خلال المباريات اللي لعبوها. برضو ماتش مهم جدا جدا، ان انت بتعطي امل وبتعطي روح ودفع للجمهور ان هو يساندك ويقف وراك عشان تلعب ماتش ان شاء الله السنغال، عشان اللعيبة كمان يبقى عندها الامل وعندها الدافع ان هي تقاتل في ماتش تونجيت أي اخر ماتش عشان ياخدوا الثلاثة بونت، ويستنوا بقى ان شاء الله فرقة الترجي يعملوا نتيجة ايجابية ان شاء الله مع فرقة مولودية الجزائر. يعني ده عامل جدل كبير قوي، قصة نستنى الترجي هيعمل ايه مع المولودية. انت فرصتك الوحيدة انك تكسب وتستنى الترجي يكسب المولودية، ده عامل جدل، لانه يا ترى الترجي هيكسب ولا لا، يا ترى الترجي هيلعب بكل صفوفه ولا لا، الترجي محتاج التعادل بس علشان يبقى متصدر، الترجي ممكن يبقى عايز الزمالك يطلع من البطولة فيخسر عشان خاطر يخلي المولودية يعدي معاه. الترجي اكيد بهيبته مش هيسمح انه يخسر ماتشين ورا بعض، وبالتالي دي حاجة تعلي فرص الزمالك في ان الترجي يلعب بقوة. يعني انت شايفها ازاي؟ شايف الزمالك المفروض يدرس الموضوع او يفكر فيه ازاي؟ بص، هو طبعا الزمالك ملوش اي دخل في الموضوع ده خالص. يعني الزمالك بعيد تماما عن القصه ديت. احنا نستنى فرقه الترجي ان هي تلعب بكل حياديه وتلعب بكل روح رياضيه، وتثبت للناس انها جديره ان هي تصعد اول مجموعه، وبتقاتل عشان اسم الترجي، عشان اسم الترجي وتاريخ الترجي. فهو ده اللي احنا منتظرينه. لكن انت عارف الكوره ممكن يبقى ليها حسابات خاصه، ممكن يكون المدرب، ممكن تكون الاداره، ممكن تكون الناس بتفكر ان انا الزمالك لو صعد معايا تاني مجموعه، الزمالك فريق كبير وفريق طموح، وطبيعي ان انت بتنافس على كل البطولات، وطبيعي ان انت بتنافس على بطوله افريقيا، وانت السنه اللي فاتت لعب نهائي بطوله افريقيا وكنت جدير ان انت تفوز بالبطوله، لكن ما حصلش نصيب. فانت السنه دي كنت بتحاول ان انت تخش يعني تاخد البطوله السنه دي. مظبوط. فطبيعي ان انا ممكن كفريق ترجي افكر ان انا لازم اخرج الزمالك. فهنا بقى الصعوبه، يعني الصعوبه ان انت الموضوع مش في ايدك. هو لو كان ربنا كرمنا ماتش الترجي مثلا هنا مثلا خدنا بونت او كنا كسبنا الماتش كانت سهلت علينا شويه، لكن احنا هنقعد ننتظر صح، والزمالك ملوش اي يد في الموضوع. غير انه الزمالك يكسب ماتش هيكسب تونجت ان شاء الله باذن الله بالاداء اللي حصل امبارح دوت، والتنظيم اللي حصل امبارح، والشغل اللي احنا شفناه في الملعب من لعيبه الزمالك والروح القتاليه اللي هم اشتغلوا بيها، ان شاء الله باذن الله هنكسب ان شاء الله فرقه السنغال. باذن الله. ايه اللي اختلف في الزمالك امبارح خلاه يكسب خارج ملعبه بنتيجه كويسه، بل وباداء كمان كويس كان ممكن يزود النتيجه بالنسبه لك؟ انا شايف ان يعني عوده مستر كارترون يعني كانت حاجه موفقه جدا من اللجنه اللي موجوده بتدير نادي الزمالك، ان مستر كارترون هو ما بعدش فتره طويله عن اللعيبه. اللعيبه بتثق فيه جدا، وهو عارف قدرات اللعيبه كويس قوي، وبيتعامل معاهم نفسيا كويس، فيقدر في وقت قصير يقدر يطلع اللعيبه من الحاله اللي هم كانوا فيها. لعيبه الزمالك في الحاله في الفتره بتاعت مستر باتشيكو كانوا مالهم؟ يعني كنت حاسس ان مفيش الروح اللي كانت موجوده قبل كده. مش قافلين على بعض كويس، الدنيا من حواليهم ملخبطه، كان النادي بيمر بظروف صعبه برضو، فاللعيبه ممكن تكون انشغلت فيها. لكن مع عوده مستر كارترون بيعرف يخرج اللعيبه عن الكلام ده خالص. ازاي بيعرف يخرج اللعيبه عن الكلام ده؟ بما انك اشتغلت معاه وبالتالي عارف طريقته في التعامل، وبالتالي واثق في انه الحاله اللي بتصفها ان هي كانت وحشه في عهد باتشيكو ممكن هو يغيرها. مستر كارترون اول حاجه بيعملها ان هو بيدرس كل لعيب نفسيا على حده. يعني عنده مجموعه نوتة كده. مجموعه كده اسئله كده وحاجات كده خاصه واختبارات تمام بيتعامل بيها مع اللعيبه. كل لعيب بيخش
يعدي عليهم يخش يتعامل تساله الاسئله دي تمام يتعامل معاه وبيخش جواهم كلهم وبيحسسهم ان هو اخ اكبر، فبناء عليه اللعيب وهو بيتكلم معاه بيبقى مستريح نفسيا فبيخرج له كل حاجه، اي حاجه مشتتاه اي حاجه مزعلاه اي حاجه بتخرجه عن الملعب بيبقى مستر كارتيرون عارفها، وبالتالي بيعرف يتعامل مع اللعيب على هذا الاساس. هو ما بياخدش ملعب بس، تمام. انا لو خدت ملعب بس واللعيب انا مش جواه او ما بتعاملش معاه ان هو يحكي لي على كل حاجه او ان انا ابقى عارف عنه كل حاجه، ممكن اللعيب يفصل مني او تركيزه يقل مني. تمام. لكن لما عارف ان مثلا سي مثلا ممكن يكون لعيب مثلا عنده مشكله مثلا وانا عارفها، لما يجي في الملعب وانا اشوفه مثلا اداؤه مثلا قليل مش مركز وي ممكن اخده بقى على جنب واتكلم معاه، لا لازم نفصل لازم نعمل. فهو بيتعامل مع اللعيبه على هذا الاساس واللعيبه بتثق فيه جدا. بتثق فيه. هل اللعيبه كانت متاثره بفكره ان ده الراجل اللي سابنا قبل ماتشين مهمين في افريقيا السنه اللي فاتت، بغض النظر بقى سميناها هروب ولا سميناها خيانه ولا سميناها فسخ تعاقد بشرط جزائي، اللعيبه تتوقع ان هي كانت مهزوزه شويه من فكره ان الراجل ده نفسه راجع لنا مره تانية بعد ما باتشيكو مشي؟ لا هو هي الصدمة، بس الصدمة اللي حصلت ان لما الراجل قدم استقالته ما حدش كان متوقع طبعا ان الراجل يقدم استقالته، لكن هو كان شايف ان في يعني مصلحته او الراجل اتعامل باحترافية كاملة مثلا ان هو من حقه ان هو شرط جزائي ادفعه وامشي. يدفع الشرط الجزائي ويمشي. الصدمة بتاعت اللعيبة كانت ان مستر كارتيرون كان قريب منهم قوي وكانوا بيحبوه قوي، فهو وهو ماشي ما سلمش عليهم او ما قابلهمش او ما ودعهمش يعني، فكانوا متضايقين من الحته دي شويه. لكن انا بتهيألي مستر كارترود وضح لهم القصه عالجها دي، بقى الايام اللي فاتت. وضح لهم كمان وفهمهم يعني هو ليه مشي على طول ومشي بسرعه. ليه بقى مش على طول؟ انا ما عنديش تفاصيل بالظبط يعني، بس هو كان يعني هو من كتر ما هو كان بيحب اللعيبه فهو ما كانش حابب ان هو يعني يسلم عليهم او يودعهم وهو ماشي يعني، فمشي عاطفه يعني هي اللي منعته. فمشي على طول يعني. لكن زي ما قلت لك كده مستر كارترون بيشتغل على الجانب البدني، على الجانب الفني، على الجانب النفسي. يسأل كارتيرون عن خسارة الزمالك دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت؟ لا ما يسألش؟ وجهة نظري ان هو ما يسألش. ليه ليه بقى؟ ما يسألش؟ انت هو سابك قبل البطولة بحوالي شهر، تمام، فانت لو جبت اي مدير فني اشتغل شهر مع الفريق اكيد هيبقى عارف نقاط القوة ونقاط الضعف، تمام. ولاعيبة الزمالك على المستوى الافريقي كلهم معروفين يعني، لما تيجي تكلم اي حد في اي مكان قول له حط لي تشكيل الزمالك ايوه الامثل هيحط لك 1 2 3 4 5. فبالتالي مستر باتشيكو جاي وعارف كل صغيره وكبيره عن فرقه الزمالك، وعنده شهر يعد الفرقه كويس قوي، ايوه يشتغل على الطريقه اللي هتناسبه يلعب بيها. واحنا شفنا ماتش الرجاء هناك وشفنا ماتش الرجاء في مصر، كان الزمالك كويس وادى بشكل كويس وكسب الماتشين ووصل النهائي. اللي عمل فيك كده مره ممكن يعملها فيك كده تاني مش كده؟ لا ما اظنش. ليه؟ يعني ما اعرفش، بس يعني ما اظنش ان هو يعملها مرتين يعني مستر كارتيرون مش كده يعني. لا تمام. اللي عمله كارتيرون بقى على مستوى انه ماتش الترجي اللي فات ممكن تكون مهما كان هو عارف اللعيبه فصعب انه يعرف يوصل افكاره في يومين، والزمالك الحقيقه عمل ماتش وحش قوي ساعتها قوي. وخسر بنتيجه صعبت الموقف، لكن ماتش امبارح فيه انتصار. دايما الناس بتتكلم على اسلوب كارتيرون وانا الحقيقه شايفينه بوضوح، ده اللي الموسم اللي فات كله لعبته بيه، اللي هو انت مش بتهتم بان انا استحوذ، انا ليا بس ان انا اعرف اسد عليك الثغرات ما تعرفش تهاجمني، ولما اخد منك الكوره اعرف اشدك واعرف اهاجمك بشكل مفاجئ واسجل العدد اللي انا عايزه من الاهداف. الطريقه دي هي المناسبه للعيبه الحاليه في الزمالك؟ هي الطريقه اللي يعرف ينفذها الجيل اللي موجود دلوقتي؟ هو طبعا هو كل مدرب وليه اسلوبه وليه طريقته. ايوه. و مستر كارتيرون اولا انت عشان تأدي بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي يعني لازم تبقى بدنيا كويس قوي، لازم تبقى يعني فت. هو بيعتمد على الحته دي على البدني بشكل كبير جدا. مستر كارتيرون هو مش مساله بيرجع الفرقه ورا او مثلا بيسيب الفرقه اللي قدامه يستحوذ، لا هو بيبقى عامل تنظيم، ايوه تنظيم دفاعي كويس جيد جدا، بيهتم قوي بالتفاصيل دي الدفاعيه، ان انت اول ما بتفقد الكوره لازم ترتد نص ملعبك، تمام، وتعمل خطين من 4، واول ما الكوره بتيجي نص ملعبك لازم تبدا تضغط، ايوه ما تضغطش فردي، تمام، يعلم اللعيبه ازاي تضغط جماعي، تمام. ما ينفعش طارق حامد يروح يضغط لوحده، ما ينفعش الساسي يروح يضغط لوحده، لا لازم كلنا تخنق المنافس يعني في اماكن معينه في نص الملعب، بحيث ان انت
لما تستحوذ على الكرة ايوه يبقى عندك انتشار سريع، حلو. عندك قدرات أمامية رهيبة، أشرف بن شرقي، زيزو، شيكا، أوباما، كان مصطفى طبعا موجود، عندك سرعات طبعا كبيرة جدا، طلقات حازم إمام، عبد الله جمعة إذا كان موجود أو عبد الشافي او فتوح. أو فتوح حاليا يعني. فالطريقة دي بتناسب لعيبة نادي الزمالك، لأن هم بدنيا كويسين وفنيا كمان يقدروا ينفذوها. ده خلي بالك، انت لو قطعت الكوره وما عرفتش تعمل الثلاث اربع باصات في المساحه الضيقه دي صح عشان تخرج بالكوره، فمش هتعمل مش هتقدر هتفضل في تنفذ نص ملعبك طول الوقت. مش هتقدر تنفذ الهجمه مظبوط المرتده. مظبوط. لكن احنا عندنا والزمالك متميز جدا، الزمالك جدا جدا كالتيرون تحديدا متميز جدا في دي. عشان اللعيبه اللي موجوده في نص ملعب الزمالك، اذا كان اشرف او اوباما او ساسي او طارق او شيكا او زيزو، عندهم قدرات فنيه كويسه قوي في ان هو يقدر يحتفظ بالكره تحت ضغط الخصم، فعشان كده بنعرف نخرج الكره كويس ونقدر نتحول من الدفاع للهجوم بسرعه جدا. خليني اسالك عن كذا لعيب كانوا متالقين في وقتكم، ودلوقتي بعوده كارتيرون الناس مستنيه عودتهم للتالق، لان هم مش نفس اسمائهم زي دلوقتي عن السنه اللي فاتت. بتكلم على زيزو مثلا، الموسم اللي فات كان من اهم عناصر الزمالك على مستوى المراكز المختلفه اللي بيلعب فيها، سواء نص ملعب هجومي او حتى لو بيلعب ظهير. تمريرات تلاقيه، ضغط تلاقي، تصويبات حتى تلاقي، اسيستات حصلت. السنه دي مش هو زيزو، ايه مشكلته من وجهة نظرك؟ بص، هو زيزو طبعا من اللعيبه المميزين جدا، واللعيبه اللي كان ليهم دور كبير قوي 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 مع نادي الزمالك ان هو يوصل لنهائي افريقيا، وان هو ياخد السوبر المصري، ياخد السوبر الافريقي مظبوط. مع اللعيبه زمايله. لكن انا شايف ان تلاحم المباريات وكتر الماتشات اللي بتتلعب اثرت بشكل كبير قوي على اداء مش زيزو بس، معظم اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري موجوده في نادي الزمالك. انت بتلعب سنتين مع بعض في وقت واحد، فده صعب جدا، بتلعب كل 3 ايام ماتش من غير فتره اعداد. اللعيبه ما خدتش الراحه الكافيه بتاعتهم، اللعيبه ما عملتش الاستشفاء الكافي بتاعهم، فده طبيعي ان المستوى البدني والمستوى الذهني بتاع اللعيبه يتاثر في بعض المباريات. كلامك فني فقط، ما قلتليش يعني زي ما توقعت انك تقول انه بسبب الجمهور انه متضايق منه، بسبب كلام محتمل من مسؤول الاهلي، بسبب عرض اماراتي، ما جبتش السيره دي ليه خالص؟ عشان انا عارف عقليه زيزو يعني. زيزو عقليته محترفه جدا، ما بيفكرش غير في الكوره وفي الملعب بس، فما اظنش ان هو ممكن يكون بيفكر في الحاجات ديت، لان زيزو على فكره عنده تحدي كبير قوي وعايز يبقى حاجه كبيره في الكوره المصريه، ايوه. فهو مش مركز غير في الكوره بس، مش مركز غير في الملعب بس، اي حاجه خارجيه بتبعده عن المستطيل الاخضر بتهيألي زيزو بيبقى رافضها تماما يعني. قرأت تصريحات لوالده النهارده بيقول انه اللاعب زهق من الكوره، فكر في الاعتزال من كتر ما الناس بتهاجمه وبتنتقده على حاجات هو مش مسؤول عنها، واحنا ما طلبناش ابدا تعديل العقد لحد ما يخلص، نبدأ نتكلم بقى في التمديد بمرتب مختلف. فهو واضح انه متأثر بزعل الجمهور اللي زعلان بدوره بسبب ان هم حاسين انه زيزو عايز يمشي. ممكن، انا ما اعرفش، بس انا كنت مع زيزو قريب قبل ماتش الجزائر، تمام. وهو كان عنده مشكله في ظهره، وكان حتى في المنتخب ما لعبش بسبب الموضوع دوت يعني. كنت بتكلم معاه، كان بيقول لي يا كابتن، انا كنت رايح المنتخب كنت عايز اكسر الدنيا، ايوه كنت عايز اجيب اجوان، عايز افضل دايما موجود في المنتخب. فعنده روح قتاليه عاليه جدا يعني. زيزو ممكن يكون جمهور مأثر عليه شويه، لكن ما اظنش ان هو ده اللي هيكون سبب ان هو مثلا يكون مستواه مثلا قليل، او مثلا يكون هو مثلا مش في الفورمه. وبعدين انا شايف ان زيزو كمان مش مستواه قليل او مثلا مش في الفورمه، لا، تمام ممكن يكون مثلا لو كان مستواه مثلا 90% ممكن يبقى 80%. مفهوم. وارد ان اي لعيب يحصل له الدروب دوت، خصوصا ان انت عندك تلاحم في المواسم كتير جدا وماتشات صعبه قوي بتلعبها، فما عندكش وقت للراحه الكافيه يعني. أشرف بن شرقي، إيه رأيك في مستواه حاليا؟ امبارح ما كانش يمكن يكون من أقل عناصر الزمالك هجوما أو الهجومية على مستوى الدور الفعال. إيه المشكلة اللي ممكن يكون بيواجهها أشرف بن شرقي فنيا، وهو من أهم عناصر ومفاتيح لعب كارتيرون في الفترة اللي فاتت؟ هو نفس الكلام برضه على زيزو. انا شايف ان يعني هو الزمالك لما يمتلك اللعيبه اللي بتبقى عندها قدرات عاليه، هو مستني منه كل حاجه، ومستني يعمل كل حاجه في المباراه. انا في اوقات ممكن اشرف يكون مثلا مستواه مثلا
الفني مثلا او البدني مثلا مش جاهز مثلا بنسبه 100%، لكن هو في المباراه مؤثر جدا، مفهوم. هو اللي بيوصل، هو اللي بيخترق، هو اللي بيعمل اسيستات، فبيعمل لك حاله هجوميه كويسه. مش مستوى اشرف بن شرقي، واحنا ممكن العوامل اللي انا قلت لك عليها، ممكن يكون الاجهاد، ممكن يكون التعب، انا مش متواجد معاهم دلوقتي عشان اعرف ايوه بالظبط ايه الموضوع، لكن هو برضه انا زي ما بقول كده، الارهاق الشديد، كتر التمارين، ان انت على طول موجود، ان انت على طول بتتمرن، ان انت بتلعب ماتشات كل 3 ايام، ضغوطات بتاع، ممكن دي تاثر على مستواك الفني طبعا، طبيعي يعني. امام عاشور في فتره كارتيرون الاولى في وجود حضرتك ما كانش بيلعب بانتظام، ما كانش فيه ادوار بياخدها، لانه كان واضح جدا انه طارق حامد وفرجاني، وفي الهجوم بنلاقي زيزو، واحيانا بيكون شيكابالا سواء بيلعب مكان اوباما او مكان زيزو، فكانت التشكيله شبه ثابته يعني. امام عاشور بعد ما مشي كارتيرون بقى منتظم في المشاركه وبيسجل، وبسبب برضه غياب فرجاني ساسي فتره. بعوده كارتيرون بنلاقي امام عاشور بيرجع تاني للدكه، وبعديها مشكلة بتحصل امبارح. كارتيرون مش مقتنع بإمام عاشور قوي؟ لا بالعكس، لا بالعكس خالص. احنا لما جينا مسكنا الفريق كان امام عاشور مش بقاعدة افريقية، صح. مش موجود في القائمة، ولما بدأ امام يشتغل ويتمرن ويجهز عشان يلعب، جه في ماتش السوبر المصري مفهوم. اتوقف 10 مباريات في الدوري. كان لنهاية الموسم وتقللت. فلما رجعنا من فترة الكورونا وعملنا فترة الاعداد، كان امام عاشور من افضل اللعيبة اللي بتتمرن في الفريق، وكان في مستوى يعني كويس جدا جدا جدا، لكن الايقاف بتاع الماتشات هو اللي ما خلاهوش يشارك، ايوه. لكن مستر كارتيرون كان مقتنع جدا بامام، وكان حابب طريقه لعبه، وحابب مشاركاته، وحابب كمان ان هو كان عنده ميزه كبيره قوي قوي قوي، ان هو بيشوط من مسافات بعيده، لكن كان شايف في الميزة دي يعني طبعا اصلا من طبعا، قبل كده. وهو وكانت خلي بالك مستر كارتيرون اللي لعب امام باك رايت في ماتش مظبوط سموحه، مظبوط. وكان بيديله فرصة على طول، كان بيدعمه على طول. ممكن مستر كارتيرون لما رجع ممكن يكون كان شايف مثلا ان امام مثلا مش في التوب فورم بتاعه، ففضل ان هو يجهزه وبعدين يدفع بيه عشان يظهر بشكل كويس. انا ما اعرفش ايه اللي حصل هو امبارح امبارح يعني، زق شاط الازازه، متضايق انه ما لعبش، فكارتيرون عاقبه بغرامه وايقاف، مش هيتمرن مع الفرقه، هيتمرن مع الشباب الناشئين لاجل غير مسمى، لسه ما حددش لحد امتى. ده رأي يعني، ده القرار الرسمي قرار اللي رسمي قاله يعني، امبارح احترج الزمالك. يعني من مظبوط. يعني مستر كارترون، لو كان امام مثلا عمل حاجه مثلا يستحق عليها العقاب يعني، دي اول مشكله امام يعملها. امام بقاله فتره في الزمالك، بقاله سنتين اهو، ايوه. مفيش مشكله صدرت منه قبل كده يعني. انا شايف ان امام برضو لسه صغير، لازم نلتمس له العذر. شايف ان الكابتن اسامه ممكن يتدخل ويتكلم مثلا مع امام مثلا، ويحاول مثلا يتكلم مع مستر كارترون، ويحاول يقرب وجهات النظر، وما نخسرش واحد زي امام عاشور برضو، اضافه قويه للفرقه، لان هو كمان عنده منتخب اولمبي، ايوه عنده اولمبياد صح. ممكن يشارك، فاحنا هنبقى محتاجينه في ماتشات الدوري، محتاجينه في ماتشات افريقيا اللي جايه. امام لعيب مهم ان شاء الله، كابتن اسامه نبيه والجهاز اللي موجود يحتوي الازمه ديت، ويشوف مستر كارترون ويشوفوا حل، ممكن تكون عقوبه ماليه احسن يعني من الايقاف، ان هو يتمرن مع بيكون الشباب الغرض تقويم يعني. هو لو في غلطة تقويم حاصلة. بس لو هو بيحصل المشكله دي بتحصل على طول يعني، صح مفهوم. لو في استمراريه يعني، لكن لو اول مره ما يبقاش العقوبه قاسيه كده أي يعني، مش اول ما مره انا تذبحش يعني. لا مفهوم. يعني، يعني امام كابتن، بكلامك عن كابتن أسامة نبيه، تفتكر انه هو في كلام بيخرج انه كارتيرون مش عايز مدير كورة، وبالتالي في عرض للكابتن أسامة نبيه انه يكون مدرب عام ومدير كورة، تفتكر هل دي حاجة مناسبة للكابتن أسامة نبيه؟ وتفتكر إنه عادي إن ما يكونش فيه مدير كورة في الفرقة؟ لما كان مستر كارترون موجود، كان موجود مستر امير مرتضى عنيف؟ مشرف على الكوره. مظبوط. كابتن اسامه نبيه لو هو حابب ان هو يشتغل قصه مدير الكوره، وان هو يبقى مدرب عام لنادي الزمالك، وهيعرف يوفق بين الاثنين، ويقدر يتعامل مع اللعيبه خارج الملعب وجوه الملعب، وتركيزه جوه الملعب ما يقلش، يبقى بنفس الكفاءه، ايوه. خلاص ما فيش مشكله. لكن لو هو هيبقى عنده مشكله ومش هيقدر يبقى مركز بنسبه 100% جوه الملعب، لا احنا محتاجينه جوه الملعب، محتاجينه ان هو يكون مع اللعيبه جوه الملعب، يكون مركز مع اللعيبه جوه الملعب اكتر، فمش
يعني مش مستاهل ان هو مش يمسك. مستاهل. اه طبعا. طيب هتكلم معاك في نقاط تانية على بعض اللاعبين، على فرجاني ساسي وعلى الزمالك بشكل عام الفترة اللي جاية من بعد الفاصل. تمام، قبل الفاصل بس عايز اقول لكم انه في فترة اغسطس من 17 ل 21 مصر هتستضيف البطولة المؤهلة لمستر اولمبيا 2021 اللي بتتلعب في الولايات المتحدة الامريكية، ودي خطوة الحقيقة تبدو انجازا لانه اقامتها في مصر بيعتبر حدث كبير، وده لأول مرة بيحصل هي البطولة اللي اسمها كي او برو 2021. ده في الوقت اللي كمان اتحاد المصارعة طلب استضافة بطولة العالم سنة 2023، قدم طلبا للجنة الأولمبية ان هم يدوا له موافقة انه يتقدم بطلب استضافة لتنظيم بطولة العالم 2023. بعد الفاصل مكملين مع الكابتن أمير عبد العزيز، خليكم موجودين معنا. الأجندة الدولية اللي موجودة دي أساسا إحنا عرضناها على فخامة الرئيس وأخدت توجيه وأخدت دفعة كبيرة جدا، اللي بيها أكيد زي ما دولة رئيس الوزراء في بطولة العالم لكرة اليد، أنا عرضت على سيادته كمان إحنا استعداداتنا إيه، وفي مجلس الوزراء وفي إدارة الأزمات إمبارح عرضنا استضافتنا لمثل هذه الأحداث. اللي بيحصل فيها إن كل الدعم لمعالي الوزراء زمايلي أو زملائي في الحكومة المصرية لدعم الهدف. احنا بنستضيف الحمد لله في مصر يعني بطولة العالم للسلاح، الحمد لله مصر بتعيش حالة كبيرة جدا، ان شاء الله يا رب دايما كده تكون افضل وافضل وافضل مع مصر الجديدة. اكيد لما بنستضيف العالم كله من خلال حدث، لا يجتمع العالم في موضوع زي ما بيجتمع في الرياضة، سيما لما بتكون بطولة عالم. فشفنا نائب رئيس الاتحاد الدولي أمريكي الجنسية ورئيس الاتحاد الدولي روسي الجنسية اللي متواصل معانا، والاتحاد الدولي والاتحاد المحلي قد إيه بيتكلم على البنية الأساسية المصرية اللي هو بيقول I impressed المصطلح اللي قاله، يعني أنا فوجئت وتعجبت مش مصدق إن الشكل بهذا الشكل، وكمان الإجراءات والتنظيم اللي موجود. بطولة العالم للسلاح أول مرة تقام في العالم في أي لعبة، بطولات عالم للناشئين بتقام على أرض مصر في زمن كورونا. يعني والله مش بس إن أنا يعني بقول عن مصر يعني، لكن إحنا بتهيالي إن مصر خلال السنة الأخيرة دي هي أصبحت نمرة واحد في العالم في استضافة المنافسات والبطولات العالمية. احنا بجد زي ما معالي الوزير ما قال في المؤتمر الصحفي الدكتور اشرف صبحي، احنا اصبح عندنا المدن المصريه المستضيفه للبطولات اصبحت ترند عالمي، اصبحت المدن المصريه في الغردقه في شرم الشيخ في القاهره في اسكندريه في الاقصر واسوان اللي هي المدن الرئيسيه المستضيفه للفعاليات والمنافسات الرياضيه اصبحت بتمثل رقم مهم جدا في الرياضه العالميه، اصبح للدوله المصريه ثقه ومن المنظومه الرياضيه والاسره الرياضيه الدوليه. اصبحت مصر دلوقتي ان شاء الله باذن الله ان احنا اظن ان احنا قريبين بقى من حلم ان احنا ننظم احد البطولتين الكبيرتين الرياضيين في العالم، سواء كاس العالم لكره القدم او دوره الالعاب الاولمبيه ان شاء الله باذن الله. اهلا بكم مره ثانيه في الماتش. لسه منورنا الكابتن امير عبد العزيز المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لنادي الزمالك، منورنا كابتن امير. ربنا يخليك كابتن هاني. الزمالك عنده ماتش تونجت، ده مهم جدا تحقيق الفوز، وزي ما ذكرت في بدايه الكلام ماتش الترجي بقى دي حاجه مش في ايد الزمالك. اتكلم كارتيرون امبارح انه اللي علينا نكسب، وحتى لو كسبنا وخرجنا لا قدر الله فالفوز ده هيدينا دفعه للدوري. شايف ازاي مشوار الزمالك في الدوري بالنظر بانه قصه افريقيا خلاص واضحه معالمها، انت محتاج تعمل ايه ومحتاج ايه اللي يحصل عشان تكمل؟ يعني انا شايف ان طبعا ماتش مهم جدا، ماتش تون جدا ان انت تكسبه، عشان كمان يعني جمهور الزمالك يبقى حتى خارج راضي عن اللي انت عملته واللي انت قدمته وان انت حاولت لحد اخر دقيقه. احنا فقدنا نقاط في الاول زي ما قلنا، بس معلش احنا يعني قاتلنا لحد اخر أيه. نفس ومثلا ربنا ما عرفش، لكن ان شاء الله الزمالك باذن الله يتاهل والترجي ان شاء الله يكسب مولوديه طهران والزمالك يتاهل ان شاء الله مولوديه الجزائر. مولوديه الجزائر ان شاء الله. مشوا مدربهم النهارده على فكره عبد القادر العمراني، نتائج وحشه مدرب المولوديه بعد الخساره من الزمالك امبارح،
هم مش مبسوطين خالص بشكل عام من أدائه، وحتى في النهارده مسؤول لما سألته قال لي إنه قد تكون الميزة الوحيدة لخسارتنا من الزمالك هي إن المدرب مشي، متضايقين قوي منه. هم غالبا ممكن غالبا رحيله ده يأثر، ممكن يتغلبوا من الترجي، ده الماتش كمان أقل من أسبوع كمان يعني. كمان يعني يوم السبت الجاي إن شاء بالظبط. الله. هو حتى في الدوري ماشي وحش يعني، في صح. الدوري هم مركزهم تقريبا 11 تقريبا او العاشر مش عارف، بس هم مركزهم متاخر يعني. الزمالك في الدوري طبعا بيأدي اداء كويس وماشي بخطه ثابته يعني، وعامل نتائج كويسه وعامل نتائج مميزه، لكن بغض النظر عن ماتش المحله وماتش اسوان وكميه الفرص اللي ضاعت، انا شايف ان الزمالك السنه دي قادر ان هو بالتنظيم والانتشار الجيد اللي احنا شفناه امبارح والروح القتاليه، لو الزمالك لعب كده في الدوري كل الماتشات بتاعته، اتوقع ان شاء الله ان الزمالك يبقى بطل الدوري باذن الله. دايما الكلام على ازمات الماليه ممكن تؤثر على اللاعبين، زعلهم، بيخليهم ما بيتمرنوش كويس، نتائج بعد كده بتتهز، فيقول لك انه هي مشكله لعيبه ما بتاخدش فلوس ما بتلعبش، ولا مشكله اداره مش عارفه توفر فلوس للعيبه. بتحسبها ازاي باعتبارك انك قريب من اللعيبه؟ قد يكون وقتكم ما كانش فيه نفس الأزمات الكبيرة اللي موجودة دلوقتي ماديا. يعني طبعا اللعيبة في يعني دايما اللعيبة بتبقى بتفكر في موضوع المستحقات، وان هو عنده التزامات، وان هو المفروض ان انت الحاجات دي بتوفرها لي، لان انا بوفر لك كل وقتي وكل جهدي وكل امكانياتي ان انا ابقى موجود في النادي وبشتغل وبعمل اللي عليا، فبناء عليه انت لازم توفر مفهوم الحاجات المطلوبة منك. لكن انا شايف ان لعيبه الزمالك في فترات طويله قوي عادي ما بيتكلموش في الموضوع دوت، وبيصبروا جدا وبيشتغلوا وبيقاتلوا وبيفصلوا، بيحاولوا يفصلوا ما بين المشاكل ديت وما بين الملعب. لكن في وقت بيجي انت بتبقى غصب عنك، بتبقى مطالب، في ناس بتطالب منك حاجات وانت بتبقى مش عارف تقول ايه او مش عارف ترد تقول ايه، ما عندكش ردود ليهم، فبتضطر تتكلم مع الاداره بتاعت النادي عشان حتى يبقى عندك رد للناس لما تسألك على الحاجات اللي مطلوبة منك. اي مظبوط. فاللعيب بيبقى مظلوم، والإدارة برضو بتبقى يعني ما فيش في إيديها حاجة، انت العقود كتيرة جدا، المبالغ رهيبة، مصاريف الأندية زادت قوي، طبعا الشركة الراعية والإعلانات والمردود المادي اللي بيخش بنادي ما بيوفرش كل الاحتياجات اللي الفرقة بتصرفها او الالعاب التانية يعني، فبقى في ضغط على الاداره كبير قوي ان هي توفر كل الفلوس ديت في وقت واحد، فبيضطروا يتاخروا. واللعيبه في نفس الوقت بتصبر شهر شهرين ثلاثه اربعه، فجاه بتنفجر، فجاه بتبقى يعني موضوع انا مش عارف تمشي ازاي بصراحه، يعني مش عارف اقف مع اللعيب ومش عارف اقف مع النادي. لكن لعيبه الزمالك انا عشرتهم في المواقف اللي فاتت دي كلها، حتى قبل ماتش السوبر، قبل ماتش السوبر الافريقي، في بطولة افريقيا، على مدار بطولة افريقيا كان في اوقات كانت المستحقات كانت بتتاخر وبتاع وكده، وكانوا بينزلوا الملعب وكانوا بيقاتلوا وكانوا بيكسبوا، كسبوا البطولات ديت وعملوا نتائج كويسه قوي. فلعيبه الزمالك لعيبه محترمه ولعيبه على مستوى عالي يعني، يقدروا يعني يستحملوا. كارتيرون كان مهاجمه الصريح في الفتره الاولانيه هو مصطفى محمد، رجع ما لقاهوش، رغم انه ما بين الفترتين كان في فتره كارتيرون اتوعد مصطفى محمد انه ناخد دوري ابطال افريقيا او تخلص البطوله ونمشيك بعد ما البطوله امتدت وبقى اللاعب لازم يقعد علشان يكمل الموسم. رجع ما لقاش مصطفى محمد، تفتكر ازاي يتعامل وفي ضوء الاختيارات اللي موجوده قدامه؟ مروان حمدي في افريقيا وحميد احداد نفس القصه، والاثنين لعبوا امبارح ماتش شوط وشوط. سيف الجزيري اللي مش متاح ليك الا محليا، واسامه فيصل اللي ما خدوش معاه. طيب بص، هو مبدئيا يعني مستر كارتيرون بيتعامل على اللعيبه اللي موجوده معاه فعليا يعني، يعني ما بيبصش على حد بقى مشي وحد راح، لا هو جه، لا اللعيبه دي موجوده فبيشتغل عليهم. من وجهه نظري مستر كارتيرون ممكن يفكر ان هو يخلي مروان حمدي المهاجم الاساسي بتاعه، ويديله فرصه، لانه مروان عنده جسمانيا كويس، عنده هيدرز كويس، ممكن يبقى محطه كويسه. انا شايف ان مستر كارتيرون ممكن يشتغل على الحته ديت. سيف الدين الجزيري ممكن المشكله بتاعته تتحل امتى؟ السنه الجايه ولا ما مش هنفضل نقول كده؟ البطوله قربت تخلص، ما بطوله افريقيا لو لا قدر الله خرجنا
اصل ما عندكش غير الدوري. اه مظبوط. لكن لو كملت هيجوا فجاه يعملوا استثناء. لكن لو كملت هي دي اللي هتبقى مشكله. لكن انت عندك اسامه فيصل مستر كارترون مقتنع بامكانياته يقدر يشتغل بيه يعني. فانا شايف ان مروان اقرب واحد ان هو يبقى موجود في الفتره اللي جايه دي. مصطفى محمد وانتم موجودين كان بيتكلم معاكم انه عايز يمشي ومشوني وسيبوني واسمحوا لي كانت بدات الشراره من وقتكم يعني؟ لا 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 ما حصلش ان مصطفى محمد اتكلم مع مستر كارترون في الحته ديت. ممكن يكون اتكلم مع الاداره. لكن احنا بالنسبه لنا كنا في التمرين او في الماتشات او مصطفى كان متواجد وما كانش بيتكلم في الموضوع ده خالص. لكن لما بيجي لك عرض كويس وانت بتكون لعيب مميز وعندك طموح ان انت تلعب وتحترف بره، وضع طبيعي ان النادي بتاعك يساعدك ويقف معاك ويحطك على الخطوه ديت. مصطفى ان شاء الله باذن الله يلعب في احسن الانديه بره في اوروبا، فكان لازم ياخد الفرصه بغض النظر عن ان هو كان بيفكر فيها او ما بيفكرش فيها. لكن انت كنت لازم طالما جاله العرض كنت لازم تديله فرصته. كنت لازم تديله فرصته. ايه المختلف اللي بيقدمه ساسي في الزمالك كمدرب؟ درب اللعيب وشافه جوه ارض الملعب على التدريبات وجوه ارض الملعب في الماتشات، ايه المختلف اللي في ساسي؟ المختلف اللي في ساسي ان الكوره عنده سهله قوي يعني. يعني ما عندوش ازمه ان هو يستلم تحت ضغط. ما عندوش ازمه ان هو يطلع لك باص حتى لو مضغوط بواحد واثنين. بيستخلص الكوره بشكل مميز. تحس ان هو برضو يعني هو وطارق بيكملوا بعض. يعني هو وطارق، حامد طارق بيقاتل وبيشتغل في نص الملعب، وساسي بيبدا يعمل لك الثرو باص اللي قدام، بيبدا يعمل لك الزياده العدديه اللي قدام، فبتخليك دايما في نص ملعب الخصم دايما بيبقى عندك زياده. فده المختلف في ساسي، ده اللي مش موجود في لعيبه كتير في سواء محترفين او في الانديه المصريه. عنده الامكانيات دي. ان انت تبقى مهاريا كويس قوي، عندك رؤيه ممتازه جدا ان انت شايف كل الملعب في مساحات كلها انت قاريها. تعرف تخرج الكوره كويس قوي وبتعرف تستخلص الكوره في نفس الوقت تعرف تجيب جون. يعني ما جالناش ديفندر سته بيعمل الكلام دوت غير ساسي. يعني على المستوى الفتره اللي فاتت دي مفيش حد جه في كل المميزات اللي اتكلمت عليها دي يا كابتن امير تخلي الزمالك مجبر انه يجدد لساسي علشان يحافظ على كل المميزات دي باي سعر، ولا لو السعر مش قريب من اللي الزمالك عرضه يبقى شكرا انتهى الموسم يرحل ساسي؟ الزمالك المفروض يحسبها ازاي؟ لا هو اولا احنا نحسبها نقول ساسي عنده الرغبه ان هو يبقى موجود. قال عنده الرغبه. تمام. انا عارف ومتاكد ان ساسي عنده الرغبه. ساسي بيحب الزمالك جدا، وهو كان اتكلم معايا وقال لي ان انا عايز افضل موجود وعايز ابقى موجود، وانا بحب النادي وبحب اللعيبه اللي موجوده وعايز افضل اكمل في النادي وعايز اعمل تاريخ في النادي. فالخطوه الاولانيه يعني محسومه ان ساسي عايز يبقى موجود. الخطوه الثانيه انت تشوف بقى امكانياتك كنادي. ايوه. وايه المتاح بالنسبه لك تقدر توفره لساسي وتعمله له. يبقى احنا لازم نقعد مع بعض ونشوف ساسي عايز ايه، ونشوف امكانيات النادي بتقول ايه، ونقرب لنقطه فاصله بينه وبين بعض يقفوا عندها، وساسي يتنازل شويه والزمالك يقرب وجهات النظر شويه وساسي يقعد في الزمالك. طب تفتكر ايه اللي هيحصل في النهايه؟ والله انا مش عارف. بس هو الموضوع صعب. صعب مش يعني كده؟ يعني فارق كبير ما بين اللي معروض واللي مطلوب. يعني على اللي انا بسمعه يعني. طبعا يعني. هيبقى خساره اكيد للزمالك، لكن في نفس الوقت هو الموضوع عرض وطلب. يعني هو يعني هو احنا طبعا احنا مش هنتكلم على ساسي كلاعب او كشخصيه، الموضوع ده خارج يعني. لكن لو ساسي يعني ما توفقش معانا او ما قدرناش ان احنا نجدد له، يبقى يعني هتبقى حاجه خارجه عن اراده نادي الزمالك بصراحه. طيب نلعب كده لعبة سريعة، أسئلة سريعة، أوت كورنر، هدف، تبديل. ماشي. يلا بينا. الشوط الثاني مع الكابتن أمير عبد العزيز. هبدأ معاك بأوت، يعني قرار لو رجع بيك الزمن مش هتاخده. إنك مشيت من الزمالك لما كنت لعيب، ولا إنك ما استمرتش في أسوان، ولا إنك رفضت إنك تشارك في ودية القناة؟ واحكي لنا تفاصيل الماتش ده. الأول اختار. هو أول حاجة طبعًا اختار طبعًا إن أنا ما كنتش أمشي من الزمالك يعني. طبعًا نادي الزمالك نادي كبير
وتاريخ لاي حد ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك. مشيت انا ليه؟ كان نفسي اعمل تاريخ في نادي الزمالك والله. انا مش مشيت بمزاجي، خلي بالك. انا فوجئت ان هم استغنوا عني. انا كنت بادئ فتره الاعداد، وكنت عامل يعني فتره اعداد كويسه جدا. كنت لسه جداً. يعني كان مستر ريد النمساوي هو اللي كان موجود. كان عندك كام سنه ساعتها لما مشيت؟ انا مشيت كان عندي 22 او 23. مظبوط. فمستر ريدل كان عايزني، وبلغ الاداره ان هو عايزني، لكن الاداره كان ليها راي تاني يعني. فبناء عليه رحلت من الزمالك يعني. ايه قصه ماتش القناه بقى ده؟ كنت مع مستر مكاي، وكنت لسه صغير، كنت 18 سنه. فكان في اختلاف ما بين المراكز اللي انا بلعب فيها. كنت شويه العب باك ليفت، شويه العب هاف راس حربه. ارجع اميل العب باك ليفت، شويه العب راس حربه. فجيت في ماتش القناه دوت، فمستر مكاي بيقول لي: امير النهارده انت هتلعب باك ليفت. فقلت له: معلش يا مستر، انا مش هقدر العب باك ليفت، انا عايز العب في المركز الاساسي. عشان لما تيجي تحاسبني اذا كنت كويس او وحش، تقدر تحاسبني على المستوى اللي انا بظهر فيه. تمام. في مركزي. فزعل مني جدا وقال لي: لا خلاص انت مش هتلعب الماتش وبتاع وكده، واستبعدني من الماتش وما لعبتش الماتش فعلا. وانت شايف انه ده الصح اللي انت تعمله؟ لا، ما كانش صح. ما كانش صح؟ لا طبعا. اسلام جابر عمل موقف شبيه من ده من فتره قريبه جدا برضو. كان قال: انا مش هلعب، كل مره بتلعبوني في مركز مش بتاعي، والجمهور بيشيل لي انا الماتشات وادائي، فانا مركزي يا جماعه جناح. يعني هو طبعا هو ده اسلام وصل بيه انه باك ليفت برضو، احنا حاجه شبهك شويه. وفاينل افريقيا يعني، خلي بالك اسلام. ما انت مجبر. ما انا بلاعب اسلام ليه؟ ما عشان انا ما عنديش. ما كان عبد الله متعور، وكان عبد الشافي متعور، وفتوح كان معار. وفتوح كان معار، فما عندكش حد. وهو افضل واحد يلعب في المكان دوت، لان احنا لعبناه في المكان دوت مع مستر كارترون، واشتغل فيه كويس وكان بيأدي كويس. اسلام من نوعيه اللعيبه اللي تقدر تلعب في كذا مركز. وانا لما يكون عندي موهبه ان انا العب في كذا مركز، فدي حاجه مميزه جدا. لكن انا في مركز بجيت فيه مفيش مشكله، لكن المركز ده زحمه. يعني المركز ده فيه اشرف بن شرقي، فيه زيزو، فيه شيكا، كان فيه اوناجم. صح. فعندك زحمه في المكان دوت. فانت لما تلعب ثالث في نص الملعب جنب ساسي وطارق، وتبقى اضافه للفريق، مفيش مانع. يعني امام عاشور كان جاي، على فكره امام كان جاي جناح برضو. ايوه مظبوط. وجاي فرويد. لاعب باك يمين، ولاعب باك يمين، وبيلعب في نص ملعب ستة، مساند. وبيلعب ثمانية. يعني انت بتبقى ميزة ليك، مش عيب على فكرة. ان انت تقدر تلعب في كذا مكان، لان انت بتبقى لعيب مفضل عند المدرب. ايوه. ان هو يحطك في كذا مركز. دايما بيتقال على ماتشات الاهلي والزمالك ممكن تكون مباراة اكتشاف نجم، ممكن تكون مباراة توقيع لعيب رغم امكانياته. كنت انت احد اللاعبين اللي ممكن يكونوا اتظلموا في ماتش اهلي وزمالك وانت شاب، مش كده؟ ايه القصة مع الكابتن ابو رجيلة؟ لا، هو الكابتن ابو رجيله كان عندنا ماتش اهلي وزمالك شباب، وكنت انا عامل ماتش كويس قوي، وكنت متالق. الكابتن ابو رجيله كان بيتفرج عليا. فضمينا انا والكابتن سامي الشاشيني، ودخلنا المعسكر مع الفرقه عشان نلعب ماتش القمه بتاع الفريق الاول. وكابتن ده سامي ده في 90، اوائل التسعينات. سنه 90. تمام. فدخلت السكور ولعبنا الماتش، والكابتن سامي بدا الماتش، وانا كنت على الدكه بره. تمام. ونزلت كابتن ابو رجيله، نزلنا اخر تلت ساعه. ايوه. كنا مغلوبين 1-0. ف الجماهير ما تقبلتش الوضع. يعني انت لما بتبقى لعيب صغير ولعيب ناشئ، لازم لما تيجي تاخد فرصتك، لازم تاخد فرصتك تبقى مستريح. تمام. تبقى الجماهير تتقبلك، يعني تبقى كسبان. كسبان مثلا 2، كسبان 3، تقدر تنزل تلعب باريحيه، ما فيش مشكله. لكن تنزل وانت مغلوب وانت صغير، والناس شايفه ان انت نازل مكان نجم كبير زي كابتن رضا عبد العال. كنت نازل مكان كابتن رضا عبد العال. نزلت مكان الكابتن رضا عبد العال، وكان هو نجم الفرقه. يعني كان نجم الفرقه، وكان نجم المباراه. يعني كان من ضمن اللعيبه اللي عامله ماتش كويس قوي. فالناس كانت مستغربه، وفي نفس الوقت مستنيه يعني تشوف بقى مين اللي الفذ اللي نازل مكان رضا عبد العال. يعني فشيلوها لك يعني. طبعا. قلت ايه للكابتن ابو رجيله بعد الماتش؟ لا، ما قلت يعني ما قلتش حاجه. كابتن ابو رجيله طبعا ابونا كلنا، اكيد نجم كبير واسم كبير قوي، هو اللي ادانا الفرصه وهو اللي صعدنا. ويعني كابتن ابو رجيله بصراحه يعني عمل حاجات كتير كويسه قوي معانا. طيب كورنر، هتحكي لي اشهر موقف مع الاسماء اللي هقول لك عليها. مع الكابتن ايمن عبد العزيز اخوك، ايه اشهر موقف ممكن تحكيه؟ كوره بقى، اسره، اي حاجه. يعني كنت عنده في تركيا، وكان في ثلج وبتاع وكده. فانا واقف في البلكونه كده بقول له: ايمن، تديني $1000 وانط لك في التلج ده؟ ايوه. فهو استغرب قوي، قال لي:
هتنط من البلكونه في التلج وبتاع. فقلت له اه تمام. قال لي طب خلاص ماشي انا اوكي هديك 1000 دولار وتنط وبتاع. قلت له ماشي. رحت داخل لابس ترنج ولابس شراب ولابس مش عارف. ايوه. ورحت طالع فوق البلكونه، بس البلكونه مش عاليه قوي يعني، ورحت نطت في التلج وبتاع، ورحت لافف طالع له الناحيه الثانيه. ايوه. هات ال 1000 دولار خدها لك طبعا. طب حلو والله، انا كنت مستني اخر القصه. لا 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 يكون لا اخر اشتغلك ولا حاجه. لا اخر القصه خدت ال 1000 دولار وبقيت كل يوم تنط. لا وبعدين تاني يوم قلت له ايه رايك انط لك واخد. قال لي لا 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 خلاص صادق ما تنطش تاني. موقف مع الكابتن امير عزمي مجاهد. امير عزمي على فكره حبيبي جدا وعلى طول معايا ودايما بنلعب تنس مع بعض يعني. فدايما انا بقى على طول بكسبه في التنس، متفوق عليه. ده بينج بونج؟ لا تنس. تنس 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 تنس, تنس ارض يعني. فبنلعب ماتشات انا وهو كده، ودايما انا دايما انت اللي بتكسب؟ دايما بكسبه ويقعد بقى يزعل مني ما بيحبش يخسر بقى. ما بيحبش يخسر. لا مع كابتن احمد عبد الرؤوف. مع الكابتن احمد عبد الرؤوف كنا دايما واحنا في المعسكر كان في اغنيه كده كنا بنقعد نغنيها انا وهو. انا كنت بغنيها يعني، فهو خدها مني. ده في المعسكر اللي هو في المعسكر السنه اللي فاتت بتاع مستر كرتون. تمام. ف كانت معلقه معايا الاغنيه بتاعت ايه بقى؟ عبلة كامل في فيلم بتاع الليمبي لما خدوا منها العجل. فانا كنت قاعد اقول له ايه خدوا العجل مني ومشروعه وضاع مني. فبعد ما مشي مستر كرتون واحنا مشينا قال لي استريح، بقت لايقه الاغنيه. خد العجل مننا. هدف نفسك يتحقق قبل ما نختم، تدريب الزمالك، تبقى مدرب الزمالك مدير فني، ولا انك تشتغل في جهاز فني منتخب مصر، ولا انك تبقى مدير فني او في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي؟ لا طبعا حلم من احلام حياتي ان انا ابقى مدير فني نادي الزمالك. الزمالك خروج تبديل، هيخرج واحد من ثلاثة لعبوا معاك وهيدخل واحد من ثلاثة ما لعبوش معاك، كان نفسك تلحقه يعني او يلحقك. هيخرج واحد من الاسماء سامي الشيشيني، ايمانويل امونيكي، نادر السيد، وهيخرج واحد من ابراهيم سعيد، فلافيو، محمد ابو جبل. يخرج واحد ويخش واحد. سامي الشيشيني وايمانويل ونادر السيد. ونادر السيد وابو جبل وفلافيو وابراهيم سعيد. فلافيو وابراهيم سعيد. يعني انت جبت لي ثلاثة بصراحة يعني اعز الناس عندي، لكن انا لو يعني لو اخرج يعني ايمانويل. ايوه. بما انه مش سامعنا. بما انه مش سامعنا وكان بيلعب مكاني. ادخل ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد. بما انه مش هياخد مكانك. لا ابراهيم سعيد كان لعيب كبير ومن احسن لعيبه اللي جت مصر يعني. حقيقي فعلا. قبل ما اختم، انت الكابتن ايمن عبد العزيز سالته من ايام على رحيل باتشيكو، قال لي قرار فاشل، واستخدام كارتيرون قال لي قرار فاشل، انت عكسه تماما في الراي. فبرضه بتبقى غريبه لما نلاقي. انا 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 مقتنع جدا ان كان مستر باتشيكو كان عامل مشاكل كتير في فرقه الزمالك في الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه. وكان اسباب خسارتنا لبطوله افريقيا، وكان اسباب خسارتنا كاس مصر السنه اللي فاتت. مقتنع جدا من مستر كارتيرون ان هو يقدر يعمل حاجه كويسه قوي مع فرقه الزمالك. تمام. نورتني كابتن امير، انبسطت جدا بوجودك معايا، وان شاء الله نتقابل كتير باذن الله. حبيبي يا كابتن يعني، انا اسعد والله، وانا سعيد ان انا موجود معاك، ومعلش ما تزعلش مني. لا خالص، اتاخرت يعني عليك. نورتني حبيبي. شكرا ليك. شكرا. نورنا الكابتن امير عبد العزيز، نجم الزمالك السابق والمدرب السابق للزمالك، وانتم كمان كالعاده نورتونا. بكره ان شاء الله لقاء جديد الساعه 11 على صدى البلد. تحيات كل فريق العمل في الماتش، وتحياتي هاني حتحوت. الى اللقاء.